المستقبل ان شاء الله يكون ناشئا على مستوى كابتن، جديد. هذا احنا اللي نتمناه، لكن قلت لك تهافت المدربين على العقود ايضا والرضوخ لادارات الانديه، ادارات الانديه اغلب الانديه تتعاقد وتجيب اللاعبين وتفرضها، يمكن هاي ما موجوده. انت اشتغلت انت وكابتن راضي وانت تعملون طبعا بالمناسبه كفريق عمل، شان المدربين باوروبا يكون ستاف عمل واحد، يعني المدرب من يروح ياخذ معاه فلان وفلان، دائما جبار هاشم مساعد. ما تطمح ان تكون مدرب ان شاء الله بالمستقبل؟ ليش لا، يعني العمل شوف اكيد استفادت من كابتن راضي، العمل ويا كابتن راضي شنيش الحقيقه، يعني استفاده كبيره جدا. يعني اولا يعني هو مدرب ينطيك مساحه انه تشتغل وتعمل بالتدريب، يعني ما فقط مش المساعد صراحه، يعني لا اكيد يعني اشيك يعني انه يعطي مساحه كبيره من العمل، وبعض الاحيان فقط الجوانب التكتيكيه يكون هو حاضر، لان هو الهيد كوتش لازم هاي الجوانب التكتيكيه، ليدر هو قائد جيد اكيد. يعني اي مدرب بالعالم الان يعني هو يتعامل بشكل احترافي، حتى مدرب اللياقه ينطي وقت، مدرب المساعد مثلا اليوم انا اريد اشتغل المدافعين اتفق شو اشتغل ويا المدافعين شغل معين. يعني هسه عمليه مدربي الخطوط يسموهم، نعم. يعني مدرب لخط الدفاع، مدرب لخط الوسط، مدرب لخط الهجوم، وبالتالي بعدين تجي للمرحله التكتيكيه اللي هي للهيد كوتش، هو بعدين يكمل التكتيك العام للفريق والخاص. فانت اليوم من تعمل ضمن منظومه احترافيه تحدث هناك قفزه. يعني عندك احنا اجى ويانا مدرب اسباني، مدرب لياقه بدنيه، لكنه استفادت كثيرا حقيقه، لانه المدرب يمتلك كثير من المعلومات، ويعني حقيقه مدرب يجيد العمل في الحاسوب يعني في اللابتوب، ويمتلك كثير من المقومات اللي حقيقه اعتقد يعني سوت لي قفزه في العمليه التدريبيه. اكيد احنا يعني التدريب هو علم كبير، بعض مدربين يعاب عليهم انهم ممرنين، ممرن شوف هاي القضيه، المدرب يحتاج بين فتره وفتره اما ليسموه اعاده تاهيل او معلومات عكسيه من خلال اقامه التطور. ورش اقامه ورش، وهاي حقيقه موجوده في دول الخليج، موجود مدير فني اقامه ورش للمدربين شنو المستحدثات. هسه التليفونات تجي تحديث، مو التليفون المدرب هم يراد له تحديث، شلون من خلال وجود صفه معينه في اتحاد كره القدم يسموه تكنيكال اندايركت، المدير الفني هذا شكو شيء جديد يجي يسوي دورات او معلومات يطرحها على المدربين، وبالتالي يشوف المدرب يتجدد بين فتره. نشوف بس الصبوره والشخابيط نخلص من هيك. يعني انت شايف يعني احيانا المدرب يكون يعني مشغول بالمباراه، والمساعد اللي هو مثلا كابتن جبار هاشم بالدوريات الاوروبيه كابتن يتابع ويأشر ونقاط وكمبيوتر. صح صح هسه شوف اني جاي اسوي ريد من تنتهي يعني المباراه يقتلنا الفضول بهالموضوع. هو شوف حتى خلينا نطرح الايجابيه، يعني بعد المباراه بعد ما تخلص مباراتنا احاول احصل على شريط المباراه، وحقيقه عندي برنامج تحليل تقطيع اسباني يعني اشتريته من خلال الانترنت. هذا البرنامج يشبه تقريبا برنامج البي ان سبورت، هاي شلون يطلع الاسهم مثلا اجي نقعد نتناقش شويه الكادر التدريبي، اليوم فريقنا مثلا نريد نركز على الجوانب الهجوميه للفريق، فريقنا من الناحيه الهجوم شلون كان، جهه اليمين اكثر، فاجي على المباراه اشاهد المباراه اكثر من مره، ومن خلال هذا البرنامج اجيب نعرض للاعبين يعني شنو اخطائهم، نقاط القوه وين نقاط الضعف. هذا برنامج بسيط، شوف هاي تخليك دائما انت مواكب للوضع، ما يحدث تغير. هذا البرنامج يطلب مني، يطلب مني تحديث، فأنا شو أسوي؟ أضطر أتصل بالشركة الإسبانية دزل التحديث. هذا التحديث عبارة عن مستجدات جديدة في عملية التحليل، هاي كلها معلومات. هذا يعني صراحة إيش قد تتوقع موجود عند مدربين؟ والله يعني أكو قليل منه، يعني مو كثير. أنا مستعد هسه من خلال البرنامج أول مرة يعني أسمع مدرب ويكون ضيف عندي، وأنت تدري هم لعبنا كرة قدم وكذا، إنه أول مرة أسمع هذا الشيء. لا شوف اكو مدربين حقيقه، انا مثلا اكو بعض المدربين، يعني هو المدرب الاسباني قال لي اذا اكو بعض المدربين يريدون هاي المعلومات انا حاضر، فاحنا ننتظر الوضع شويه يصير افضل وتنفتح عمليه السفر، واذا اجى ان شاء الله المدرب الاسباني هنا يعني لان هاي المعلومه ما اريدها بس الي، اريد افيد اخواني المدربين. شاهدناها فقط المحللين الفنيين
يعني انا اقول لك مثلا علي النعيمي عبد الامير ناجي ايضا بالضبط عبد الامير أيه. رمضان الزبيدي علي النعيمي بس مو بشكل محدث مثل ما يحدث الان حقيقه أكيد. من خلال تطور البرامج هاي ممكن مدربين خاصه أكيد. يستعينون بها وتفيدهم في عمليه التدريب وتصير شلون اقول لك ارضيه صلبه للمدربين حتى حقيقه يحدث والله انا لو بيدي شيء صبوره فليش لا يا صبوره ما تستغني عنها استاذ مناضل انت الصبوره ما تقدر تستغني عنها لازم تشغل موجود زين وهذا كان نتطور شويه نتطور متشلبين بالصبوره يا كابتن حتى الاقلام خلصت لا هي شوف هاي التقنيه الدوري الانجليزي الان من تصير مباراه ويجون على المصطبه لازم موجوده صبوره شوف جوارديولا بس اكو وياها شاشه وقاعدين مدربين فوق يقطعون الشوط الاول شنو نقاط القوه والضعف عشان يجون يعرضوها للمدرب حتى يعالجها شوف اي اكيد حتى بالمباراه ايش قد نحتاج نريد نوصل هالمرحله والله